يعطيكم العافية جميعا مرة تانية. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل بارت 2 من الموديلينج إكزامبل اللي بلشناه، اللي هو موديلينج أوف فلات سلابس أون سيف. طبعا لنذكر بشكل سريع، نحن المرة الماضية بلشنا بفايل جديد، عرفنا الجريدز اللي كانوا عندنا سواء بالإكس دايركشن أو بالواي دايركشن، عملنا ديفاين لماتيريالز وحكينا عنهم، عملنا ديفاين للسلاب ثيكنس، عملنا ديفاين لكولوم اند وول بروبرتيز، وبدنا نبلش كنا اكيد عرفنا لودز وكومبينيشنز، وكنا بدنا نبلش بموضوع الرسم. طبعا السيف وبرامج السي اس اي عارضه من البرامج الرسم فيها كمان كتير سامبل. اليوم بدنا نكمل نحن التارجت اللي قلنا، سو ايل ستارت فيرست باي دروينج ذا وولز. حنفرض انه عندنا فور اكزامبل، حنفرض انه عندنا لايك تو وولز بالواي دايركشن جايين على الإدجز للبيلدينج فور إكزامبل، وعندي تو وولز along the X direction كمان جايين على الإدجز لهيدا البيلدينج. سو كيف بدنا نعمل هيدا الشيء؟ رح نجي من هون على الأيكون اللي هي draw walls، بعمل كليك دايركت بجيب لي البروبرتيز لهالwall اللي أنا بدي أرسمه. بيسألني type of object it's a wall. البروبرتيز طبعا below and above هيدي في حال كان عم يتغير، اذا في عندي شي orientation معين للوول او عم يتغير size او طول الوول، فممكن يكون عندي below الستوري شي واللي طالع من الستوري للطابق اللي فوقه شي تاني. هيدي من الحالات النادرة، بس يجول اذا كنا عم نحكي عن typical stories بكفي عرف الوول property below. حيبين عنا هون property اللي نحن عرفناها اخر مرة اللي هي W30، والستوري هايت اكيد اللي هو قد ايه ارتفاع الوال حسب قد ايه ارتفاع الستوري. حيجي انا هون بعمل اكدت انه كل الانبوتس هون ظابطين، بيجي بحرك بالماوس like this. مثلا بدي ارسم between 3 and 4، بدي ارسم هيدا الوال، سو بعمل كليك من هون، اول كليك على البوينت. لاحظوا فتح معي كوماند الرسم. هلا بالسيف في عندي شغلتين، يا اما اذا بدي ارسمه دايركت خلص من جريد لجريد هو لحاله عم يلقط تقاطع الجريدز، او اذا بتلاحظوا تحت هون بين عندي شيء طريقة رسم coordinates مثل بالأوتوكاد، يا بتعطي الطول مع الانجل L and theta، يا اما اذا بعمل كليك عليها بيعطيني دلتا X دلتا Y، يعني اذا كان الوول مثلا inclined، اذا كان الوول بطول معين، يعني انا بدي وصل مثلا distance من هون لهون 5 meters، يمكن الوول بدي اعمله 3 meters مثلا، ما بدي اجيبه على 5 meters كلها، في اجي اقول له انا هون من البوينت اللي انا بلشت منه بدي اطلع لفوق يعني بالبوزيتيف واي 3 مترز، بس ما حامشي بالاكس. سو بيجي على الدي اكس هون بعطيها هيك 0، وبيجي على الواي بعطيها بوزيتيف 3، هيك عرفت انه حيتحرك بس 3 بالواي بوزيتيف، وبقول له انتر. لاحظوا اذا عملت رايت كليك رسم عندي الوول، رسم عندي الوول. طبعا انا رح اعمل هون كنترول زد لانه انا بدي ارسم الوول على كامل الجريد، بس كنا عم نوضح الفكره. كنترول زد خلص بيلغي اخر كوماند، حاجي اعمل كليك من هون لهون رايت كليك هيدا الوول. طبعا بس اذا ما بين اول مره بس حركوا الشاشه شوي او اكبسوا على هيدا البنسل بيعمل لك ريفرش ويندو. حارسم وول تاني فور اكزامبل، حارسم وول بالعرض هون، وول من هون. طبعا بدي نوه انه فيها نرسم اي شكل، يعني انا في مثلا هلا انا مش رح احط كور وول بالنص بهالكيس، بس كان في ان يكون في عندي لايك كور وولز اللي هن بيكون في عندي الوولز اللي هن فيهم الستيرز او الشافت تاعت الاسانسير، واللي حنشوفها ان شاء الله بالثيرد فيديو. حنحكي باي ذا واي بالفيديو نمبر 3 كيف اخذ اركيتكتشر بلان واقدر جهز الستراكشر اللاي اوتس ل اقدر بمرحله لاحقه اشتغلهم على السيف، وحيكون فيها اكيد ان شاء الله بحالتنا حيكون في الكور وولز. بس اذا بدي ارسمه it's a very simple case، just برسم مثل ما انا بدي، هي كل سيجمنت لحال. يعني اذا هيدا الكور وول جاي على شكل حرف U، حبلش من هون first point. اذا اوريدي محدود بالجريدز اللي انا عندي هن بتكون مهمتي سهله، فبكون عم برسم بهيدا الشكل مثلا من جريد للجريد للجريد. هيدي الكيس الاولى. اما اذا كانت الكيس الثانيه نسبيا جاي بحجم معين، بقدر مثل ما سبق وحكينا طريقه الرسم التقليديه اللي هي بتشبه اللي بنعمله بالاوتوكاد، ببلش الفيرست بوينت ومن تحت بتحكم بالدلتا اكس دلتا واي، فبعطي الدلتا اكس مثلا 0
وبعط الواي مثلا هنقول هيدي مش كل ال 5 مترز بده يطلع لايك مثل قبل شوي 3 مترز، بعطيها 3 بهالشكل. لاحظوا رسم اول شقفه، وفي ارجع اكمل البارت الثاني. لاحظوا ملاحظه ثانيه، انه بس كون انا هيك الماوس ماشي هوريزونتال بيعلم لي دوتد لاين بالاخضر، هيدي معناتها انا ماشي بيور هوريزونتال. فبقدر امشي هيك لا لاحظوا، يا اما هون اذا انا خايفان ما اوصلها هي دائره مظبوط، في كمان اعطيها هون دلتا اكس دلتا واي، يعني الديستنس من هون للجريد الثاني هي 6 مترز اذا كانت ستريت. سو في يقول له بالدلتا اكس امشي بلس 6 يعني تو ذا رايت، وبالدلتا واي امشي 0 ستارتنج من اخر بوينت انا كنت واصل له، بقول له انتر. لاحظ حط الثانيه. هلا مثلا بدي انزل 3 امتار لتحت لتصفر هون، طبعا في اعملها مانيوال بس رح اتعمد اعملها بطريقه الدلتا اكس دلتا واي. حنقول له دلتا اكس 0 لانه انا هون ما عم بتحرك بالاكس، عم بتحرك بيور واي وداونورد، داونورد يعني بالماينس، يعني حاعطيه ماينس 3 انتر بهالشكل. متى ما رسمتها بعمل بس رايت كليك، يا بحرك السكرين شوي يا اما بكبس على هيدا الريفرش. هلا انا كارنتلي فور اكزامبل مثلا خلص خلي هيدا الكورول موجود بالاكزامبل اتس اوكي. هيدي بكون رسمت انا الوولز اللي الي. الكولومز كمان طبعا بدنا اول شغله انه الوول هو عباره عن شيل اليمنت، والشيل اليمنت بالبلان احنا بنشوف السنتر اللي لها سنتر للشيل، يعني هالثيكنس هي مثل جرافيكال فيو، هي بالحقيقه وي اساين الثيكنس لهيدي الشيل عشان لما نكون بدنا نعمل اي كونكتيفيتيز مثلا بين الوولز اتسلف، بين هيدي البارت من الوول والبارت التحتانيه، لازم سنتر لاين الوول الاول يتلاقى مع سنتر لاين الوول الثاني مثل ما ملاحظين بالجوينت الكومن بيناتهم، لانه بالاصل هي هيدي الشل اللي هي عباره عن الاريا with zero thickness هي اللي بالفعل الشل اللي اوريدي موجوده انا عندي. يعني بروح على ال 3 دي لاحظوا انه الوولز هن كانها شل والثيكنس لها تقريبا كانها زيرو، هي اتس ا بروبرتي نحن بنعطيها لهالوول بس هي مش موجوده بالحقيقه، ما انه فوليومتريك وول هو بالنهايه اتس ا 2 دي بليت. That's why لازم يكونوا هالسنتر لاينز عم يتقاطعوا لفعليا يكون فهمان السوفتر انه الوولز لاقطين على بعض. طبعا كيف جبت هيدا الفيو من 3 دي من هون، في رجع اكس واي يعني بيرجع البلان فيو اللي كنا عم نشتغل عليه من شوي. اذا بدي ارسم كولومز في اجي من هون اقول له draw columns بهالشكل. طبعا انا اوريدي حددت نوعين من الكولومز 30 60 بعتقد للكولومز اللي هي الانتيريور كولومز، وحددت 30 50 اللي هن على الايدج والكورنر. طبعا الكولوم انا بعد ما نقل كولوم مثلا 30 50 في انا اتحكم بالانجل، يعني لاحظوا هذا الكولوم جاي الدايركشن الطويل جاي along الاكس، في انا اعمل روتيشن انجل 90 degrees فبصير along الواي، في اعمله مثلا 30 degrees بيصير عندي انكلاين كولوم، يعني شو ما كان الروتيشن تاعت الكولوم انا ما عندي مشكل فيها. So I leave it for now zero. بكل بساطة في اجي انا افتح ويندو اذا انا قاصد اني احطهم على السنترويد للجريدز بهالشكل مثل ما شايفين اوكي، او مانيولي بيجي انا هيك بالماوس وبعمل كليك كون انا عم حط الكولومز مطرح ما لازم ينحطوا مثلا، يعني في افتح هيك ويندو او بالعكس خليني اعمل روتيشن للكولوم هون وهون مثلا اعملها 90 degrees مثلا، خلي هيدي جاي بهالشكل وهيدي جاي بهالشكل، والانتيريور كولومز حنعطيهم كلهم اللي هي 30 by 60 مثلا فور اكزامبل. خلينا نفتح هيك ويندو اهو هون بدنا ناخذهم بهالشكل، وهون حناخذهم بروتيشن 0، يعني عملنا تشكيله من الكولومز بالبوث دايركشنز بهيدا الشكل. هيك بنكون حطينا الكولومز اللي قلنا. طبعا متى ما خلص انا رسم فيه اعمل دبل اسكيب. كمان لاحظوا انه الكولومز هن عباره عن لينير اليمنتس، لما قلبتها 3 دي شفت شكلهم الحقيقي، هن لينير اليمنتس والدايمنشن وي اساين ات از
a property. We assign it as a property. كرمال هيك نحن هون إذا ملاحظين اللي عم نرسمه هو السنتر، يعني الكولوم الفعلي موجود بسنتر بالسنتر اوف جرافيتي لهيدا الشيب او الكروس سكشن اللي انت شايفه. طبعا اكيد بدنا نلفت انه هيدا السنتر يا اما بده يكون ايدج السلاب قاطع فيه يا اما يكون يعني محتوي. في ناس ترسم هيدا الجرافيكال فيو از ات از، بيكون جاي هيك على الطرف بهيدا الشكل اتس اوكي okay. بس ما نرسمه بحيث ان يكون سنتر الكولوم جاي برا السلاب كليا، برا كنترول السلاب. هيك بيفهم كانه الكولوم لحال والسلاب لحال، حتى لو كان في كومن بين السلاب اريا وهيدا الجرافيكال فيو اللي انت فيه. فدايما ميك شور انه السنتر اوف جرافيتي لهيدا الكولوم جاي وذن الكونتور ليميت تاع السلاب. سو حاجي هلا اعمل ديفاين، او اكشلي عملنا ديفاين. ليتس درو ذا سلاب. رسم السلاب في عندي كذا طريقة، في عندي أربع طرق. يا أما اللي هي طريقة الرسم التقليدية draw slab areas، بدي يصير ارسم من نقطة لنقطة لنقطة ل يعني بيجي من هون مثلا بنقل slab property لإلي 22، حيجي هون مثلا. في عدة طرق، في ارسم straight line arcs multi linear، في عدة طرق للرسم، بس نحن حنشتغل حاليا بالكيس اللي عندنا it's a straight line. so في اجي هيك من أول corner للتاني مثلا للتالت للرابع وسكرها. هيدي طريقة أولى، هيدي رسمت السلاب اللي إلي. ممكن حدا يسألني أوف كيف جاي طرف السلاب وفي جزء من الوول برا؟ بنقول له إنه هو الوول مثل ما قلنا إذا بنروح على 3D view، الوول هو عبارة عن شل وين موجودة؟ على السنترويد، يعني هو جاي على الإدج. نفس الشيء بالنسبة للكولومز، وانه الجرافيك فيو اللي عم نشوفه هو it's just a graphic view. هالكروس سكشن اللي نحن مفكرينه انه هو برا، نو هي just a graphical view نحن عم بفرجينا اياه السوفت وير، بس كفاينايت element الاليمنتس لاقطه على بعضها بشكل صحيح. هلا طريقه ثانيه مثلا، اذا بدي ارسم في ارسم شيء اسمه draw rectangular slab areas. draw rectangular slab areas وحقول له نوعها مش slab، اعمل لي هي opening مثلا لنرسم الاوبننج فور اكزامبل. الريكتانجولر هيدا بيجبرك ترسم شكل ريكتانجل، يعني بيجي من هون من الكورنر الاول وبعمل دراج كبست، وعملت دراج لعند طرف من تحت من التوب ليفت للبوتوم رايت بهالشكل، بيكبس على هالبنسل. لاحظوا كيف حطلي لي الاوبننج. طبعا فيك ترسم باي مطرح بدك اياه، باي بيلدينج ممكن يكون فيه كذا اوبننج عندنا اياها. انا حجست تلغيهم لهودي. هيدي الطريقه الثانيه. في طريقه الكويك درو سلابز اريا. كويك درو سلابز اريا يعني بيرسم بير جريدز، يعني انا هيدي الاريا اللي رسمتها شقفه وحده، في كل بانل هي هالاريا اللي جاي بين هودي الفور جريدز بيرسمها سنجل سلاب. هيدي بتفيدني اذا عندي انا ديفرنت بروبرتيز، عم تتغير الثيكنس كتير، عم يتغير نوع السلاب كتير، ممكن أن نعملها. والأخيرة هي quick draw area around points. هيدي بتفيدنا أكتر شيء بالفوتينجز، لما بدنا نرسم أنواع مختلفة من الفوتينج أو drop panels بال two way flat slabs ممكن تفيدنا. currently ما حيكون إلها أهمية. so هيدي هي السلاب columns، كل شيء تقريبا صار عندي موجود. بتأكد أنه أنا already عامل define لل combinations. اوكي خلينا نحط لود على السلاب. هعمل رايت كليك، هعمل رايت كليك وراح فور اكزامبل روح على اللودز وقول له assign load surface load. اكيد فور اكزامبل طبعا السلف هو اوريدي عم يخدم من الماتيريال بروبرتيز، هروح على الاس دي ال سوبر امبوزد لود. ليتس اسيوم ان سوبر امبوزد لود مثلا It's a 5 كيلو نيوتن بير متر سكوير. وخلينا نعطي لود مثلا فور اكزامبل، طبعا بنعطي اشياء تيبيكال نحن بتكون عادة بالريزيدنشال ستوريز. لايف لود ليتس سي لايك 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير. اوكي سو صار في عندي لايف. لاحظوا بالاساين لود لما اقول له اد تو اكزيستنج لود، طبعا هودي بيشتغلوا على نفس نوع الباترن. يعني انا اذا كنت حاطط لايف لود بقيمة 2 كيلو نيوتن وبعدين تذكرت انه لا لازم تكون 4، في اجي افتح assign load وقل له add وحط live بقيمة 2 وانا already كان عندي 2، so 2 plus 2 بصيروا 4. هيدي اذا add. وفي قل له replace
بس بصلحها دايركتلي، بحطها فور، ساعتها بيعمل ريبليس، بشيل القديمة اللي كانت تو وبحط الجديدة اللي هي الفور. والطريقة التالتة ديليت إذا بدك تلغي اللود من أصله، ما بدك تحط لودز بالمرة. بس هودي ما بيشتغلوا والله إذا كان عندي باترن لايف ورجعت عم حط مطرح وباترن تاني اس دي ال، ما بيشيلهم، بده يكونوا من نفس الباترن ليقدر يغير الفاليوز. سو كانسل، حكيت في هودي اللي أنا حطتهم. لأتأكد أنه أنا حط اللود صح، رايت كليك، لاحظوا لايف ديد، هيدي البروبرتي، هيدا اللايف، وهيدا الاس دي ال. طبعا راح روح كمان اتاكد من المش سايز تاع السلاب، ثم من الران. اوكي حنشوف الاوتوماتيك سلاب، مش حكينا عنه نحن بالروبوت المره الماضيه، بالمرات السابقه بالاحرى. هو ماخذ سايز 1.2 متر. طبعا سبق قلنا نحن انه اتليست يكون البانلز مقسمين 5 باي 5، هيدا عاده اتليست. انا ححط سايز نسبيا نكون كونزرفاتيف، مصغره بما فيه الكفايه 0.5 متر. قلنا كل ما صغر سايز المش، كل ما زاد الران تايم، وكل ما وصلت على اكيورسي اعلى. اكيد up to certain point، لأنه عادة لما بيصغر زيادة عن اللزوم بصير بيعمل لي مشاكل بالconvergence وبطل يصير البروجرام يقدر يعمل calculations لإله. So let's run the model، okay، حتى نشوف شو هني أنواع الoutputs اللي ممكن أنا أحصل عليها من هيدا software. طبعا هون اكيد الران اسرع بكتير بصير من البرامج ثانيه، لانه هو عم يشتغل على وان سلاب وان ستوري، ما عم نشتغل على بيلدينج كامل. اوكي طبعا مثل اي برنامج في عندي نوعين من الريزلتس، في عندي جرافيكال ريزلتس اللي هني بنشوفهم بهالشكل، وفي عندي اللي هني بيجوا تابيوليتد عن طريق التيبلز. طبعا حنبلش نشوفهم من فوق. في عندي هون شو اندي فورم شيب، اذا بعمل كليك عليها برجع لي الشيب الاوريجينال اللي هو اندي فورم، شو اندي فورم شيب، عكس شو دي فورم شيب. يعني اذا بتشوف الديسبيسمنت انا بيقبص على التراينجل شو دي فورم شيب، والله فرجيني الديسبيسمنت ديو للسيلف ويت ابلاي، بيعطيني هون مثل الكونتور للفاليوز، وبيعطيني هون شوفي عندي انا values عندي عم يطلع من هيدا الموديل بالمليمتر. بيقول له فرجيني مثلا ديول اللايف apply، لاحظوا بيقول له ديول combination معينة. ULS1 والULS2 اللي نحنا حطيناهم، طبعا نحنا عادة ما منشوف ال deflections لهو الكومبينيشن، لأنه هودي ألتيميت، يعني نحن ممكن نكون معرفين مثلا سيرفيس كومبينيشن حط ديد بلس لايف، ونشوف بتبين باللود كومبينيشن بنشوف على أساسها ديفليكشن. وحتى نحن ك إذا ما نحكي كرينفورس كونكريت سلاب، حتى نحن ما بنبني على الأرقام اللي حنشوفها حاليا، لأنه بعدنا عم نشتغل لينير، عم ناخد الماتيريا بالإلاستيك رينج اللي ما عرفنا النون لينياريتي اللي هي عادة بتحكمني بهالنوع من الاناليسيس. فيي اطلب هيدا الشيء كتيبل، يعني من الديسبلاي في له شو تيبلز، شو تيبلز مثلا، اوكي اناليسيس ريزلتس مثلا، ليتس سي بدنا الاريا ريزلتس، اوكي لا نودل عفوا اي جس ديسبيسمنت بالنودل، نودل ديسبيسمنت، اوكي بقول له فرجيني تيبل للنودل ديسبيسمنت، تيجي بتنقي انت الباترن اللي بدك تشوفها على اساس الديسبيسمنت، بدي اشوفها ديول اللايف لود مثلا، حلو اوكي لما يكون التيبل كتير كبير مثلا، شو اللود كيسز اذا في شي لود كيس معين او كذا، خلينا على اللايف موحدين كل شيء نحن. اوكي that's it. في قله هلا اوكي واطلب التيبل، نعم بيحضر لي اياه.
لحظة معي. طبعا كل نود في عنده رقم. شو هن النودز هود اللي عم شوفهم هالتيبل الكبير كله؟ هون نودز هن المش، هودي كل النودز اللي هن تعون المش. طبعا انا في فرجيهم، قول له فرجين النودز وارقامها. طبعا اكيد بتعبي السكرين كلها. اوكي، في انا هيدا التيبل مثلا اني اعمل فلتر لإله، في انا مثلا اخد فاليو معينه فيه. يعني انا في اجي اقول له هون والله بس فرجيلي اليو زد اللي هي الفيرتيكال ديسبليسمنت مثلا، عم اقول، او مثلا اعمل فورمات لفاليو معينه او لنود معينه. اذا انا في شي نود معينه بدي اقرا عليها الفاليو، في اجي من هون اقول له بالفورمات فلتر، في اقول له اعمل لي فلتر كويك او بيسك. يعني في عندي كذا طريقة. في انا اجي اقول له مثلا بال let's say بالبوينت او بالنود، في اقول له فرجيني مثلا رقم معين، رقم نود نمبر 10، واقول له اوكي. ترك لي انا فلتر، لاحظ ضوالي وينه، ترك لي الريزلت تاعت هيدي النود. مثلا في اقول له اعطيني نود تاني، نود 25 مثلا، هقول له اوكي. سيمز ما في عندي انا كلير اول فلترز، خلينا ناخذ واحدة من النودز اللي هني موجودين اوريدي. let's say node number 31 filter equal، يعني بدي البوينت اللي هي equal ل، بياخد رقمها مثل ما هو 31، اعطاني الفاليو، طلع لي هي وين موجوده. هلا طبعا فيك انت شو تعمل، طبعا قبل بس نوضح انه هات لها شيء الكلير كلير فلترز. في انا هالتيبل مثل ما هو من الفايل على طول، اكسبورت كارنت تيبل تو اكسل، ساعتها بيفتح عندي كله بالاكسل. بتعرفوا بالاكسل اهون كتير علي الكوبي والبيست والشغل، وحتى في اعمل فلترز بقلبه، سو من هون في ابعته على الاكسل. طيب خلونا مثلا نشوف نوع تاني من الاوتبوتس اللي هو مثلا سلاب ستريسز، كل شيء له علاقه بالسلاب او بهيدي الشل. مثلا لنقول انا بدي اشوف مومنت ريزلت. بتعرفوا انتوا بالمومنتس بهمنا الكومبينيشنز اللي هن ال1 وال2 اللي عرفناهم. في يقول له مثلا فرجيني المومنت اللي هي ال M11 بتطلع وين الاكس اكسس، هي الام along ال1. لاحظوا معي طبعا وين في عندي line of support، ها عم بيقلب negative، so بالmid span positive negative positive. طبعا هون لانه السبان كبرت شوي بقيت بهالمنطقه كلها بوزيتيف، بينما هون حد السبورتس عم تقلب نيجاتيف. كمان لاحظوا هون نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، هيدي along ال1. اذا بنشوفها along ال2 لاحظوا هيدا هو السكيل اللي انا عندي اياه. من هون مبين الارقام بالبوزيتيف لما تقرب على السبورت لاينز supports 9، هون قلبت negative، هون رجعت positive، هون لأنه في عندي الكور وول it's a support negative and so on. بتكمل بترجع بتقلب positive وطلوع آخر شيء توصل negative. هي شوف shears shear 1 3 وshear 2 3. shear 1 3 هو الشير تقرأ انتو ماشي بال1. إذا بتلاحظوا لما كان نرسم الشير دياجرام بيطلع عبارة عن تريانجلز. لاحظوا هون مثلا ببلش بالناقص، بيرجع بيصفر بمطرح معين، بيرجع بيقلب على الميل الثانية، بيرجع بيقلب بالعكس على طول. يعني نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وبيصفر تقريبا مطرح الماكسيموم مومنت، نقول زيرو شير ماكسيموم مومنت. هيدا الخط، هيدا خط الزيرو شير ماكسيموم مومنت. نفس الشيء ال V23 هو الشير اللي بيترافق مع المومنت اللي جاي along 2، كمان بنفس المبدأ.
في مطرح معين تقريبا هون عم بصفر عنده هيدا خط الزيرو شير. لما نقول خط الزيرو شير يعني خط تقريبا الماكسيموم مومنت. في عندي التويستنج مومنت M12 out of plane، هيدي بيجي تأثيرها تويستنج، وعادة السوفت وير لما بدنا نجمع لنطلع الايكويفالنت مومنت اللي بنعملها ديزاين، اكيد هو بيشتغل على مبدا الايكويشن، فيكم تقروا عنا الود ارمر ريليشنز اللي هن بيربطوا ما بين المومنتس along 1 along 2 والتويستنج مومنت اللي هي المومنت 1 2 لنحصل على التوتال مومنت اللي هي بدنا نعمل عليها الديزاين نحن، او اللي بيعمل عليها سوفت وير ديزاين، او بيحسب كل شيء رينفورسمنت بيست عليها بمراحل لاحقه. هودي بالنسبه للريزلتس، واكيد كل شيء ريزلتس نحن عم نشوفه موجود بهيدا البلان فينا نشوفه على التيبلز. يعني انا بقدر اجي هون اقول له شو اندي فورم شيب رايت كليك، عفوا من تولز display، عفوا display show tables، وفي يجي من هون قال له okay let's see oh no element area results، هات لنشوف شو في عندي. ايجوك okay element force slabs element stresses slabs، خلينا ناخد مثلا element forces هون ما حتفرق معي، خليه يحط الكيسز كلهم، وبالكيسز بدل ULS 2 Let's see. Okay. هودي هن ال element forces بيتضمنوا ال any plane forces، ال any plane أو ال diaphragm forces عادة، وال out of plane هن اللي نحن عادة نشتغل عليهم بديزاين المومنت، ديزاين المومنت، وهودي هن الشير. سو أنا بقدر بهالحالة بهيدا السلاب اللي عندي أني طبعا أنا already عامل فلتر لل ULS2، لل ULS2 عم يعطيك على كل جوينت من جوينتات المش، يعني كل ما كبر المش كل ما كان هيدا التيبل أكبر، وفي أنا استثني منه، في أترك منه فاليو معينة، في يشوف at a certain joints أو nodes بنفس طريقة الفلتر وبنفس الطريقة اللي كنا عم نعمل فيها الإكسبورت، في اللي إكسبورت to Excel، وهيك أنا بقدر أبعت هيدا الريزلت على الإكسل. أوكي هيدا بالنسبة لموضوع الستريسز على السلابز. بالمبدا هو هن ان شاء الله اللي نحن رح نمشي فيهم this week. بعد في عنا كمان، نحن ما خلصنا كل شيء، ان شاء الله next week بدنا نكمل، بس حنبلش الاكزامبل هيك حنحكي على اكزامبل كيف انا يكون عندي، اذا كان عندي architectural plan كيف اقدر حضر منها structural layouts اللي انا بهموني كديزاينر، اللي هن الفور مين elements بهموني قبل بدء اي عملية ديزاين لازم يكونوا مهيئين عندي كاوتوكاد بلانز لاقدر ابني على اساسهم شغلي، اللي هن الكولومز الوولز السلابز اند ذا اوبننجز. هو بدنا نشوفهم كيف بدنا نحضرهم مرة الجاي بالفيديو الثالث، وحنحكي اكثر ان كيس كان في عندي بيمز، هلا مش بس تكون فلات بليت جاست سلاب اوفر كولومز، لا بدي يكون في عندي بيمز، وهيدي البيمز بدنا نشوف شو دورة وكيف بدي أقرأ للريزلتس المختلفة بهالأمور كلها. So بتمنى يكون الفيديو كان واضح والفكرة إن شاء الله تكون وصلت. Study well, stay safe، والسلام عليكم.